السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لطلاب الثانوية العامة. دي مادة الإنجليزي النموذج الأول. هنبدأ كده نبص على النموذج بشكل سريع. في الأول بيدينا شوية تعليمات، بيقول لك عزيزي الطالب اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته. أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة. يوجد في هذا الاختبار نوعان من الأسئلة، أسئلة الاختيار من متعدد. في البداية بيبدأ يديك أول سؤال اللي هو تشوز، وبيديك ملحوظة تانية بيقول لك لا تكرر الإجابة عن الأسئلة الموضوعية مثل الاختيار من متعدد، فلن تقدر إلا الإجابة الأولى فقط. عدد أسئلة الكتيب 57 سؤال. عدد صفحات الكتيب 23 صفحة. تأكد من ترقيم الأسئلة ومن عدد صفحات كتيبك فهي مسؤوليتك. زمن الاختبار 3 ساعات. الدرجة الكلية للاختبار 50 درجة. يبدأ بقى يديك الأسئلة. أول حاجة situations اللي عايزين ننقلها، ان شاء الله برضه هنزل اجابه البوكليت ده وبقيه البوكليتات. اعمل اشتراك وعشان يوصل لك الاجابه ان شاء الله. وده سؤال الفانكشن. شوز برضو find the mistake. وده هنا بيديك باراجراف بتقراه وبيبدأ يديك عليه شوية أسئلة. ده برضو باراجراف تاني. سؤال تشوز برضو. ذا مستيك بعد كده قريت باراجراف بعد كده ترانسليت انتو عربيك وانتو انجليش وكده. بوكليت الانجليزي خلص ان شاء الله. استنوا اجاباته، اعمل اشتراك عشان يوصل لك الاجابات، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.